صباح الخير لكل المشاهدين، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا من كل أقطار العالم، من لبنان ومن البلاد المجاورة، للي كل اللي عم يحضرونا مباشرة على الهواء، ولكل اللي عم يحضرونا على اللايف ستريمينج على اليوتيوب والفيسبوك. صباح جديد وحلقة جديدة، إن شاء الله من خلالها تكونوا عم تتعرفوا أو عم تتعلموا وتستفيدوا من المعلومات ومن الأخبار اللي عم جيب لكم إياها من أسبوع لأسبوع. الأسابيع اللي ماضية شهدت أمور قاسية كتيرة على الشعوب المجاورة وعلى لبنان، حروب، خوف، توتر، موت، وجع، ألم، كل اللي شفناه على التلفزيونات كان شي كتير مؤلم وبيوجع. إمتى رح يحل السلام؟ إمتى رح نعيش مع بعضنا بمحبة على هيدي الأرض؟ إمتى رح نكون عن جد إخوة؟ وهيدا السلام اللي بنحكي عنه على طول، بنقول عم نفتش على السلام، هو حكي ولا هو عن جد فعل؟ وامتى رح نطبقه؟ بالحروب ما في غالب ولا مغلوب، ولا رابح ولا خاسر، حتى الربحان هو خسران، لانه تيربح رح يتكبد خسائر كتيره على كل الاصعده. منشان هيك اليوم رح ابدا حلقتي بدعاء وصله من أجل السلام والوفاق بالمنطقة، بالمنطقة كلها رح نصلي. من أجل أرواح الضحايا والشهداء اللي سقطوا رح نصلي. من أجل اللي تشردوا وفقدوا بيوتهم وفقدوا ضياعهم رح نصلي. من أجل السلام والأمان بلبنان رح نصلي. ومن كلمات نص الإنجيل، نص إنجيل متى، لما يسوع كان على الجبل وبلش يحكي عن التطويبات وصار يقول طوبى للحزانة، طوبى وطوبى وكل هدول التطويبات، حبيت هيك اليوم بلش نهاري وبلش حلقتي بهالتطويبات، بهيدي الصلاة من أجل السلام والأمان بالمناطق اللي حدنا وبكمان جنوب لبنان. رح نصلي سوا ونبدأ نهارنا مع هالترتيلة اللي هي طوبى للسعينا إلى السلام.
إن شاء الله السلام بيحل وتنتهي كل هالحروب بكل العالم بالمناطق المجاورة، ويكون بلدنا لبنان بأمان. وقت نطلع من جو الحزن هيك رح نروح على فقرة أخبار حلوة ومفرفحة، واللي هي فقرة أخبارنا الحلوة. أخبارنا الحلوة اليوم هيك مميزة. ليش مميزة؟ لأنه على طول بحب فتش على أشياء شوي غريبة، على نجاحات لبنانية بلبنان برات لبنان، بس هالمرة النجاح يمكن هيك مش مفاجئ، لأنه هو نجاح نحن بنعرفه وبنعرف عن بلدنا شو في كنوز ببلدنا، بس حلو كتير الشيء اللي صار. احتفالا باليوم العالمي للمتحجرات اللي هو الفوسي، يعني الأسماك والأنواع الأسماك المتحجرة، أصدر البريد الفرنسي طابع بضم سمكة متحجرة لبنانية، واللي هي سمكة مذهلة إذا بدكن، هي الإبسيلوكتيس، بعتاد مفروض تنلفظ هيك. اختيرت هيدي السمكة من مجموعة ميموار دو تان، اللي هو متحف للمتحجرات ومكان لحتى مكان اكتشف فيه كثير من المتحجرات بمنطقة حائل بلبنان. مثل ما شايفين على الشاشة هيدي الفوسي اللي هي نادرة جدا لأن ما في منها كثير، اختيرت لحتى تكون على هذا الطابع باليوم العالمي للمتحجرات. هالأسماك المتحجرة انوجدت بلبنان من ملايين السنين، وهيدا الشيء بفعل إذا بدكن لما هن تراجعت المياه، هالأسماك كانت اجت على الأحجار انضغطت صارت وكأنه فيلم بوزيتيف نيجاتيف على أيام التصوير القديم، فتحجرت بقيت، ومن سنوات لورا خلينا نقول من شي 100 سنة أو أكتر شوي، شي 150 سنة بلشت تكتشف بشكل هيك رسمي، وأكتر شي منلاقيها بمنطقة حائل بجبل حائل بجبال. هالسمكة المتحجرة النادرة صارت على طابع، وللي بحب يشوف كل هالأسماك المتحجرة على أنواعها بيقدر يروح على جبال مدينة جبال السوق القديم، ويروح ويزور متحف ميموار دو تان، واللي عن جد تحفة فنية إن نشوف هالأسماك اللي عمرها ملايين السنين موجودة قدامنا، ونشوف كيف كانت عن جد الحياة البحرية بهداك الوقت، وأنواع السمك اللي انقرضت وبطلت موجودة بأيامنا. أما الخبر الثاني فهو فوز السيدة ريما رحمي من اللي هي أصلها من بلدة عينات الأرز بالانتخابات النيابية بنيوزيلندا، لتكون أول نائب بالبرلمان النيوزيلندي من أصل لبناني. بدنا نقول ألف مبروك لريما وللبنان. ريما اللي عن جد صارت نائب برات بلدها، ولو صارت نائب برات بلدها هي فخر للبنان، لأنه أكيد هي ما نسيت أنه هي لبنانية. هذا أكيد جزء من نجاحات اللبنانية بالعالم ونجاحات السيدات تحديدا بالعالم. عقبال الانتخابات النيابية المقبلة بلبنان ويكون في سيدات أكثر وأكثر عم ينزلوا على الانتخابات وعم بيفوزوا بالانتخابات. مبروك لريما، ومن فقرة أخبارنا الحلوة رح روح للفقرة التالية واللي هي Upcoming Events. بفقرة Upcoming Events لليوم رح خبركن خبرين. أول خبر وهو من رعية الصليب الأقدس للأرمن الكاثوليك بمنطقة الزلقة، بتدعي لأسبوع كامل من الندوات واللقاءات والصلوات، وتحت عنوان عيد اكتشاف عود الصليب الأقدس وعيد الرعية. بلشت الاحتفالات ب 23 الشهر وبتستمر ل 29 نهار الأربعاء المساء، يعني الليلة رح بيكون على الساعة 6 في حضور محاضرة بعنوان حضور الصليب بحياتنا، وبكرة محاضرة تانية هي نور الصليب بالعيلة،
وبتتالى المحاضرات. نهار الجمعة عندنا سجود، نهار السبت في سهرة إنجيلية، والختام ب 29 الشهر مع قداس احتفالي مع المونسينيور جابرييل مورديا، وأكيد رح يكون في زياح وتبرك من عود الصليب. ومن رعية الصليب للأرمن الكاثوليك رح نروح لتوقيع كتاب، وهالمرة كتاب هيك مميز. هالكتاب المميز ليش؟ لأنه اسمه امتلت. امتلت لإصحية ساسين رح ينقلنا بهالكتاب للعتابة وللميجنة وللأيام الحلوة وللسهرات اللبنانية بالضيع، لما كانوا يجتمعوا الناس ويقولوا عتابة وميجنة ويغنوا، ويكون في هيك هالرديات بين بعضهم وهالرديات اللي فيها قوافي وتحدي. رح بيكون هيدا الشيء، رح يكون توقيع الكتاب بالمركز بالحركة الثقافية بأنطلياس، رح تدعي لهيدا اللقاء، ورح يكون التوقيع بأربعة تشرين الثاني بنهار السبت. هيدا الشيء رح بيكون لقاء كتير حلو للي بيحبوا العتابة والميجانة، فلكل اللي بيحبوا هالنوع من الكتب وبيحبوا هالنوع من هالموسيقى أو هالرديات الشعرية يتوجهوا للحركة الثقافية بأنطلياس. مع هدول الخبرين، خبر الكتاب وخبر الكنيسة، أنا رح أروح لفقرة التالية اللي من بعدها واللي هي معلومة. بفقرة معلومة جبت لكم اليوم هيك خبرية لذيذة مهضومة. بتعرفوا أيام كتيرة بتضيع وحتى بعدها لليوم، يعني كانت هيدي عادة قديمة ومستمرة لليوم، وخاصة بالأحزان أو لما بيكون في جماعات كتير كبيرة بيجوا بيضيفوا القهوة، وبنلاقي حد القهوة بيكون في على طول فنجان أو كباية مي. شو هيدي خبرية الكباية المي أو إذا بدكم حد فنجان القهوة؟ هيدي عادة قديمة من أيام الخلافة العثمانية، كانوا العثمانيين يقدموا القهوة وحدة كباية مي، وكان الضيف إذا كان شبعان يمد إيده على القهوة ويتناول القهوة ويشربها، ولكن إذا كان جوعان وخجلان يقول إنه هو جوعان ياخد كباية المي لحتى هيك يسد جوعه بالمي، لأنه القهوة تقيلة، وعادة بنشرب القهوة يا الصبح أو بعد الظهر لحتى نهضم. فصارت هالعادة من أيام العثمانيين إنه نقدم على طول فنجان القهوة ومعه كباية هيدا المي. على طول كنا نقول اف ليش هدول منقدمهم مع بعضهم. اكتشفنا السر هلا انه هيدا جاي من عادات من ايام العثمانيين، ومنلاقي ببعض البلدان العربيه بعدها بتتقدم على طول القهوه مع كبايه المي. هلا فينا نشرب القهوه مع المي، فينا نشرب المي ومع قهوه، ما في مشكله، ولكن عرفنا السر. هو السر اذا كان الضيف جوعان بيشرب كباية المي، هيك ساعتها أهل البيت أو صاحب البيت وست البيت بينتبهوا وبيقدموا له الأكل، لأنه بيكون يمكن جاي من منطقة بعيدة من سفر وخجلان يقول إنه هو جوعان. ومن المعلومة رح انتقل للفقرة اللي بعدها واللي هي مئوية كتاب النبي. بفقرة مئوية كتاب النبي لجبران خليل جبران، ما زلنا بالاحتفالات والندوات واللقاءات عن هيدي المئوية. سنة 1923 جبران خليل جبران نشر كتابه الشهير النبي، ونحن السنة صرنا بال 2023، مرقوا 100 سنة. هالمية سنة هالكتاب أخذ ضجة كتير كبيرة، وهالمية سنة مرقوا هيك يعني بشكل كتير سريع، خاصة بعالم الثقافة. والغريب أنه بعدنا منحكي بكتاب النبي، واللي بعدنا عن جد منحكي عنه، وبعد الأجيال بتقرأ، وبعد في أجيال وأجيال ما بتعرف عنه ومش ومنا قريته.
منشان هيك هيدي السنة هي المئوية، ولازم عن جد نشجع أولادنا، نشجع الأشخاص اللي ولا مرة بعد قريوا كتاب النبي إنهم يقروا، فيهم يقروا باللغة اللي بدهم إياها. هو انكتب باللغة الإنجليزية، بينقرأ بالعربي، بالفرنسي، بأي لغة، بالهندي يمكن، لأنه هالكتاب ترجم ل 120 لغة لحد اليوم. جبران خليل جبران اللي ترك هالبلد الصغير اللي هو لبنان وترك ضيعته بشري، ووصل فكره للعالم كله، وخلى العالم كله يعرف مين لبنان ومين بشري من خلال كتاباته. بعده عم يستقطب الناس، بعده عم يجذب الناس انهم يروحوا ويكتشفوا عالم جبران من خلال النبي. واللي صار مؤخرا باستراليا وتحديدا بمدينه ملبورن، كان في معرض للوحات، لانه كمان جبران ما كان بس كاتب، كان رسام، للوحات، لمقتنيات، لكتب، ولاغراض كثيره لجبران خليل جبران. انوضعت بهذا المتحف بملبورن، والمختص بعالم جبران باستراليا هو اللبناني الاسترالي جلين، هلا بيزعل مني، جلين كليم حبيب، هو اللي مستلم هيدا البروجي واللي عم يعمل كل شيء لحتى ينشر فكر جبران خليل جبران بالعالم وباستراليا تحديدا. منشان هيك أنا رح أنهي حلقتي معكم اليوم بمئوية كتاب النبي، ونشوف فيديو للمعرض اللي موجود بملبورن. لكل اللي ساكنين بأستراليا بيقدروا يروحوا يزوروا المعرض، لأنه هذا المعرض رح يستمر لآخر هيدي السنة، يعني بلش بأيلول ومستمر لشهر ديسمبر. كتير حلو، يا ريتنا كنا بأستراليا، بس هيك روحيا نحن موجودين، ولا كل الموجودين بلبنان بيقدروا يطلعوا على بشري على متحف جبران خليل جبران ويشوفوا جمال هاللوحات ومقتنياته، وبيقدروا بكل بساطة ياخذوا كتاب النبي ويقروه. ومثل ما شايفين هيدي صورة جلان ببيت جبران خليل جبران بأستراليا، واللوحات موجودين بالخلف. كتير حلو، عن جد كتير حلو، تحمسنا انه نروح ونشوف. وبهيدي الخبرية الحلوة بهيدي المئوية رح نحضر فيديو عن هيدا المعرض، ومن بعدها بودعكم. The prophet, Kahil Gibran, a mystic who speaks across the barriers of time and language. Listen, the words of the prophet. When a man destroys his fellow, people say that such and such a one is a murderer. When one set in authority destroys, it is said that this one is a faithful judge. The shedding of blood is forbidden. Who then has sanctioned it to the ruler? To steal property is a crime, but who has made a virtue of stealing of souls? The faithlessness of woman is an abomination, but who has made the stoning of bodies a pleasantness? Shall we meet evil with greater evil and say, this is the law, and fight corruption with more corruption and proclaim it moral? Shall we overcome a crime with one greater and call it justice? The words of the prophet from the Kahil Gibran diary for 1972, published by Alfred A. Knopf. ومن كلمات جبران خليل جبران اللي شفناهم نحن هلا بالفيديو، انا بدي ودعكم، بشوفكم بالاسبوع اللي جاي مع مواضيع جديده ومواضيع منوعه ومختلفه، ويكون فيها فرح اكثر ونظهر من هالاحزان الكثيره اللي عم نعيشها بالفتره الاخيره. ما تنسوا مشاهدينا تتابعونا لايف، ما صح لكم تحضرونا لايف، ترجعوا تتابعونا على صفحات اليوتيوب، تشانل يوتيوب، وعلى الفيسبوك هاشتاج كوفي بريك. ناطرة تعليقاتكم على الحلقة، وأنا مستعدة جاوب ورد على الأسئلة أو على أي موضوع بتحبوا أنه نحكي عنه ونطرحه بالمواضيع أو بالحلقات، المواضيع بالحلقات اللي جاية. أنا بودعكم، نهاركم حلو، نهاركم سعيد، وإلى اللقاء.